السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه الاخبار؟ جايب لكم النهاردة فيديو جديد ومميز جدا. طبعا انا بحتاج كتير يبقى عندي ملفات على الايمج كلاود وعايز انقلها على الجوجل درايف، وده علشان انا بستخدم جوجل درايف بشكل اكتر وبسهولة اقدر اعمل منه داونلود. فالنهاردة اللينك ده هو يعتبر سكريبت بسيط جدا هنقدر نستخدمه مع بعض. اول حاجة هنعملها هنفتح اللينك اللي موجود في الديسكريبشن تحت، وهنبدأ نروح على ران تايم. ران تايم دي هنيجي عندها ونتأكد على تشينج ران تايم تايب، ونتأكد ان هي معمولة جي بي يو، وندوس سيف. بعدها الخطوة اللي جاية هو اننا هندوس على كونكت او ريكونكت لو انت مسجل قبل كده، ولكن اتأكد الاول انك عامل تسجيل دخول بالحساب بتاعك على جوجل علشان يتم عملية ربط. هقول له ريكونكت او كونكتد على حسب ما هي ظاهرة قدامك، وهقول له اوكي. هيبدأ يعمل كونكتنج زي ما احنا شايفين عمل كونكتد، ومجرد ما يظهر لنا الرام والديسك وجنبهم علامة صح هنبدأ نروح على الخطوات اللي بعد كده. وأول خطوة هي إن هاجي هنا عند كلمة مونت جوجل درايف وهقول له رن، وأقول له رن اني واي. أدوس على علامة الرن دي اللي هو علامة التشغيل وأقول له رن اني واي، فهيبدأ يعمل زي authorization مع جوجل درايف، هيبدأ يتواصل مع جوجل درايف زي ما احنا شايفين كده. اقول له سماح او اوكي. اول ما يخلص هيظهر لنا كود هنا بيقول لك connected جوجل درايف تمام وعليه علامة صح. الخطوة اللي بعد كده هو اني هروح على علامة ال image كلاود. هنا بيقول لك لو انت عندك حساب عايز تنقل منه ويكون الحساب ده برو، اكتب له هنا انه الايميل والباسورد بتاعه، ولكن احنا هنستخدم الطريقة التانية وهي اني هاخد اللينك على طول اضيفه هنا. اول حاجة هيقول لي ايه اللينك اللي انت عايز تنقله، هروح اخد اللينك ده زي ما هو كده وهحطه له هنا. هنا بيقول لي هو هيتم الترانسفير على جوجل درايف وده المكان بتاعه. لو انا عايز احمل له مكان تاني هاجي هنا اقول له مثلا مجلد جديد تيست، اقول له انشاء ريفريش. معلش تقريبا النت كالعاده، ما انا مفيش فيديو تقريبا ما بقولش فيه كلمه النت كالعاده. فتحت الملف وهنا هقول له انقل لي جوه الملف ده، هاجي هنا كده اقول له سلاش تيست، وهاجي عند علامه الرن دي او علامه اللي هي التشغيل واقول له اشتغل. ورينا كده هيعمل ايه. بيبدأ اهو بيقول لك انا بحاول اتواصل مع الايمج. خلينا نستنى شويه، بدأ ينقل بالفعل زي ما احنا شايفين. خلينا بقى نستنى لما العلامة دي تتحول لصح، او نستنى ننزل تحت خالص هنا لحد ما يقول لنا ان هو كومبليت. انا هوقف التسجيل او هسرعه لحد ما نشوف النتيجة هتبقى عاملة ازاي. خلينا نبص كده على التيست ده، في حاجة بتتحط فيه؟ اه بدأ يتحط فيه حاجات اهو تمام، بدأ يتحط فيه فولدر. احنا عندنا 3 فولدرات المفروض يتنقلوا. الملف ده حجمه 13 جيجا. لو احنا عارفين ان انا عشان اعمل داونلود من عند الايمج مش هعرف اعمل داونلود الا لو انا عندي عندي اكونت برو علشان اعرف اعمل له الداونلود ده، ولكن دلوقتي انا بعد ما هنقل على جوجل درايف انا هقدر اعمل داونلود على طول من غير اي مشكلة. خلينا بعد ما يخلص نرجع تاني. هو بيقول لك حتى لو انت ملاحظ هنا بيقول لك انا نقلت كام في المية. طيب واحنا شغالين قابلتنا مشكلة هو ان الاتصال اتقطع تقريبا عشان الملف طويل جدا، فجي تقريبا عند تلت الملف وبدأ يوقف، فهنا ظهر لي ايرور. فانا عشان احل الايرور ده انا هعيد العملية من اول وجديد، ولكني هنقل ملف ملف من ال3 ملفات، مش هنقل كل ملفات مع بعض بحيث يبقى الحجم اقل شوية. هعمل ريفرش اقول له ريلود، انا هحذف الملف ده وهبدا اشتغل من اول وجديد.
هنا قدامي 3 ملفات، هاخد ملف ملف. اجي هنا كده واقول له جيت لينك كوبي، فانا هعيد الملفات هنا. بصوا حتى هنا دي اتحولت لبيزي، انا هقول له ايقاف. هاجي هنا عند مانج سيشن وهعمل ترمينيت. كلوز. بعد كده هقول له كونكت من جديد، هعمل ريفريش. هو بدأ يقول لي ريكونكت، هقول له ريكونكت وهعيد الخطوات من اول وجديد. ولكن مش كل الخطوات، انا بس هعمل له ريكونكت. وهاجي هنا عند الجوجل درايف وهقول له كونكت رن، بيعمل الكونكت تاني. تمام، عمل الكونكت. هروح انزل، هنزل هنا واديله عنوان الملف، وهنا زي ما قلنا هنحطه في تيست وهقول له رن. هيبدأ يسترايز من اول وجديد ويشوف العملية، وان شاء الله المرة دي هتكمل على خير. هو انا بس عندي مشكلة في النت واضحة وصريحة جدا، لو انا شغال على ار دي بي الموضوع هيختلف تماما. سنان 27 30 بسرعة لان ملف صغير. خلاص قرب يفنش. تمام، قال لك داونلودد فينيشد. لو احنا واخدين بالنا داونلودد فينيشد، هنيجي نروح عند الملف التاني زي ما احنا بقى مش هنغير، هنيجي بس فوق كده نطلع من هنا وهديله لينك الملف التاني. اقفل ده، هاجي عند الملف التاني واقول له جيت لينك اوكي، هقول له في، وبعد كده هقول له رن. لو بصينا هنا كده هو خد اول واحد وبدأ ينزل التاني واحد. زي ما قلنا هي كانت المشكلة عشان الملف كان كبير. انا خليني بكمل معاكم الـ3 ملفات عشان اقول لكم المشاكل اللي قابلتني بالظبط وازاي حلتها وانا شغال كده. نبقى عرفنا زي ما احنا شايفين هو خلاص فاضل 75 في الم... فاضل خمس اقل من 5%، ويبقى نقل الملف التاني. وبكده نبقى عرفنا مع بعض ازاي ننقل ملفات من ايمج كلاود الى جوجل درايف باستخدام السكريبت اللي هنلاقيه اسفل الفيديو. لو عجبك الفيديو ده ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر التنبيهات علشان يوصلك كل جديد. شكرا ليكم، انا محمد حموده.